السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا بقلب كده لقيت الموقع الجميل ده ديفيجن ارت، فتعال نشوف هو بيقول لي ايه. ان هو 100% مجاني، مش محتاج ان انت تعمل التسجيل، مش محتاج كريدت، مش محتاج ابجريد. اعمل الصور اللي انت عايزها وقول له حمل. طيب خلينا نقول له مثلا اسلاميك ارت، اسلاميك بيراميدز، تمام، ونقول له جنريت. في نقطة بقى بيقول لي ان هو عشان هو مجاني والمزايا بتاعته دي، ففي اقبال كتير فبياخد وقت، تمام. ما هي كل حاجة بيبقى ليها مزايا وعيوب، لان مجاني ومن غير تسجيل و ففي هجوم، فكل حاجة هتعملها هتضطر ان انت تستنى عليها شوية، تمام. ودي شوية ادفانسد. هنا النيجاتيف برومت، ان انت تقول له في بعض الحاجات انا مش عايزها. طيب هو لسه شغال، بياخد وقت اهوت، تقريبا واخد دقيقة لغاية دلوقتي. هنا من تولز ممكن تقول له بالك ايمج جنريتور، فاعمل له صور كتير مرة واحدة. ممكن تقول له ايمج تو برومت، يعني هديك صورة وانت تقول لي ايه البرومت اللي انا ممكن استخدمها عشان اعمل صورة زي ديت. في تكست تو فيديو، في اب سكيل تديله صورة هو يبدأ ان هو يكبرها. حتى لما نزلت هنا لقيت في شوية امكانيات حلوة قوي، يقدر يعمل لك ستيبل ديفيجن سريع، في دريم لايك فوتو، في دريم لايك ارت، في فيس ويب بتديله صورتك وهو يبدلك بصورة اي حد تاني، تكست تو ايمج توب انيمي موديل، تكست تو 3D، تكست تو جي اي اف، تكست اوديو، في حاجات خاصة بالميوزك، في ان انت تعمل ايديت للصور بشكل سريع، اي صورة ترفعها تقدر ان انت تختار فلتر على طول، تقدر. وده كل ده من غير ما تعمل اي تسجيل، من غير ما تسطب اي حاجة. زي ما انت شايف فيه تولز كتيرة جدا، يعني يعتبر موقع رهيب. يمكن هي مشكلته بسبب المزايا بتاعته والضغط الكبير عليه، فهتضطر تستنى شوية لحد ما يعمل لك الصور اللي انت عايزها. وممكن يكون الضغوطات مش في كله زي بعض، ممكن تلاقي في مواقع او خدمات بعضها ما بتاخد وقت قليل وبعضها بياخد وقت كتير.